مشاهدينا الكرام، ننتقل مباشرة إلى فندق فور سيزنز في بيروت للاستماع إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التي يلقيها لمناسبة افتتاح الدورة الثانية لملتقى لبنان الاقتصادي. ويسرني أن أرى أمامي هذا الحشد من المسؤولين ورجال الأعمال والصناعيين والمستثمرين والخبراء والمتابعين للشؤون الاقتصادية كتعبير صادق عن إيماننا وإيمانكم جميعاً بهذا الوطن وبقدرته على النهوض والاستمرار على الرغم الأوضاع الصعبة التي تواجهه وتواجه المنطقة ككل. قبل سنة من الآن وقفت أمامكم وقلت يومها إن الحكومة اللبنانية تواكب الظروف والمتغيرات التي تشهدها المنطقة والتطورات الاقتصادية العالمية وتسعى لدرء تداعياتها المحتملة على لبنان على الصعد كافة. ومنذ ذلك التاريخ طرأ الكثير من الأحداث والتطورات، وها نحن اليوم في عالم عربي يلفه الاضطراب وعدم الاستقرار والعنف والخسائر الاقتصادية المتراكمة، وفي اقتصاد عالمي يعاني من تباطؤ زاحف وركود حاد في عدد غير قليل من الدول الأوروبية، ومخاوف مستمرة من عدم استقرار الأنظمة المصرفية والمالية والتكتلات الاقتصادية الكبرى. من المؤسف أن الخلافات السياسية الداخلية اللبنانية المعهودة كانت لها أيضاً أثار سلبية بالغة على الوضع الاقتصادي، لأنه لو تحلى الجسم السياسي اللبناني بالمزيد من الحكمة والمسؤولية لكان الاقتصاد اللبناني قادراً على إظهار مناعة أقوى في مواجهة التطورات المصيرية في المنطقة، بل أيضاً للإفادة من بعض نتائجها لمصلحته، وهو الذي طالما اعتمد على السياحة والخدمات واجتذاب رؤوس الأموال وتصدير المهارات، وبدأ يشكل بقطاعيه الزراعي والصناعي قوة تصديرية جيدة. أقول مناعة أقوى لأن لبنان أظهر ولم يزل يظهر مناعة في وجه كل ما يجري حوله بالرغم من كل ما يشيعه البعض. بالرغم ما يشيعه البعض وعكس ذلك لأسباب سياسية وسعياً للنيل من الحكومة. وما نحن عليه من تراجع للمؤشرات الاقتصادية لا يقاس مقارنة بدول أخرى في المنطقة، وما أصابها من خسائر مباشرة وغير مباشرة. إن الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني لم تزل ثابتة لتكون قاعدة لانطلاقة جديدة عندما تعود أوضاع الوطن العربي إلى الاستقرار وتنقشع سحب الانقسامات الداخلية عندنا. فالقطاع المصرفي يحافظ على قوته وسلامته ولا يبدي أي تردد في تمويل الاقتصاد المحلي ضمن الشروط والضوابط الصحيحة، وهناك استقرار نقدي واحتياطات خارجية كبيرة نسبياً، ولم تطرأ تطورات سلبية غير قابلة للتصحيح لاحقاً في المالية العامة بغض النظر عن المخاوف والتحذيرات التي أثيرت بشأن تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وهي مخاوف تدركها الحكومة وتعمل لمعالجتها بما يحفظ الاستقرار النقدي ويعطي أصحاب الحقوق حقوقهم المشروعة. كذلك فأن الصادرات الصناعية إلى الدول العربية في نمو متزايد، كل ذلك لا يقلل بالطبع من المصاعب التي تواجه قطاع السياحة والجمود في القطاع العقاري وانكماش حركة الرسامير الوافدة وما أدى إليه ذلك من عجز كبير في ميزان المدفوعات والانخفاض المقدر في نسبة النمو. ما أريد قوله هو أن ما أصابنا قد أصاب غيرنا في المنطقة العربية وخارجها، ورغم أنه كان من ممكن تجنب الكثير من تداعياته في لبنان بالتلاحم والاستقرار الداخلي. أيها السيدات والسادة، إن المرحلة الراهنة تتطلب منا الصمود والمثابرة في وجه العاصفة ولا توفر لنا خيارات أخرى. الصمود بتثبيت البيت الداخلي وحمايته
سواء على صعيد الوطن ككل أم على صعيد كل مؤسسة وشركة، والمسابرة ببذل كل جهد ممكن لتخطي المرحلة بأقل صعوبات وخسائر ممكنة، والاستعداد لأيام أفضل بعد انقضاء الأزمة. إن الحكومة تجهد لتقوم بكل ما في وسعها في هذا المجال، لكن ذلك لا يمكن أن يكون مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة ينبغي أن تتوافر لها كل الإرادات الخيرة التي تمكنها من تحقيق الأهداف السامية التي يسعى إليها الجميع. من هنا كانت الدعوات إلى جميع القيادات اللبنانية لوضع الخلافات السياسية جانباً والالتقاء على طاولة حوار والعمل معاً للتصدي للتحديات الاقتصادية والمحافظة على النمو وتحقيق احتياجات ومتطلبات المواطن. إلا أنه من المؤسف ألا تلتقي هذه الدعوات الصدى الإيجابي المطلوب، ما أدى إلى عدم انعقاد اجتماع هيئة الحوار الوطني اليوم والذي كان دعا إليه فخامة رئيس الجمهورية في قصر بعبدة. إننا مع قناعتنا بأن مقاطعة اجتماعات هيئة الحوار هو موقف سياسي يندرج في إطار الممارسة الديمقراطية، نرى أن الأسباب المعلنة لهذا الموقف والشروط التي وضعت للتجاوب مع الدعوات إلى الحوار لا تأتلف مع الحاجة الوطنية الملحة لتراقي القيادات والتشاور في النقاط الخلافية المدرجة على جدول أعمال هيئة الحوار الوطني، لا بل أنها تساهم عن قصد أو غير قصد في تعطيل كل المحاولات المخلصة والمبادرات الإنقاذية التي تحاول إخراج البلاد من النفق الذي أدخلت إليه، فضلاً عن أنها تظهر القيادات اللبنانية وكأنها عاجزة عن التوصل إلى الحلول المرتجات أو هي قاصرة عن التوافق فيما بينها، طوعاً وبحاجة دائماً إلى وصاية خارجية. فهل هذا فعلاً ما يرمي إليه المقاطعون؟ وهل بمثل هذه المواقف نجنب وطننا مخاطر الفراغ الذي خبرنا في الماضي القريب سلبياته، أو أن نحميه من الرياح العاتية التي تعصف حوله وتحاول أن تتسلل إلى داخله؟ إن القيادات اللبنانية مدعوة أيها السيدات والسادة إلى إعادة الثقة فيما بينها لإطلاق فعل إيمان متجدد بهذا الوطن وبقدراته الكبيرة التي جعلته يصمد في وجه المصاعب. فمن غير المنطقي أن تتنامى ثقة الدول الشقيقة والصديقة بوطننا وتترجم دعماً متجدداً للخيارات الوطنية التي اعتمدتها الحكومة واستعداداً لا تراجع فيه لتقديم كل العون المطلوب للنهوض سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، فيما نرى أن ثمة من يسعى في الداخل إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ليستعيد للعالم فصلاً من التاريخ اللبناني المؤلم الذي قرر اللبنانيون في مؤتمر الطائف إسقاطه من كل الحسابات. وأنا على يقين بأن الغلبة في النهاية ستكون لصحوة الضمير التي تصحح كل مسار وتعيد وضع قطار التوافق على السكة لتنتهي الرحلة في بر الأمان بإذن الله. تلك هي الإرادة الحقيقية لجميع اللبنانيين، وهي قادرة متى تلاحمت وتشابكت على إسقاط كل الرهانات الخاطئة والخيارات الملتبسة. نعم أيها السيدات والسادة، أنا متفائل بالمستقبل ولدي كل القناعة بأن غدا لبنان سيكون أفضل من حاضره، والرهان على الدولة الواحدة والقوية سيكون الرابح، وأن الاقتصاد اللبناني النابض دوما سيعود ليقوى ليقوي موقعه المميز بعد عودة الاستقرار إليها، وخاصة بعد استكمال مشروع الاستكشاف عن الغاز والنفط ونجاحه. لكن أمامنا أيضاً مهمات كبيرة تبدأ بالإصلاح الإداري والاقتصادي، وتشمل تطوير البيئة التحتية بل إعادة بنائها في الكثير من الأحيان، وتحسين بيئة الاستثمار وتحديث كافة الخدمات العامة وعصرنتها، إضافة إلى العديد من المهام الضرورية الأخرى التي تنجح إذا ما توافر لها مناخ إيجابي وتوافقي إلى توافر الفرص التامة لها ونجاحها بكل معنى الكلمة.
ختاما لابد لي إلا أن أشكر الجهات المنظمة وفي طليعتها مجموعة الاقتصاد والأعمال على هذا اللقاء الثاني في هذا الملتقى، ملتقى لبنان الاقتصادي. فالمهم أن نبقى وأن نلتقي، والمهم أن نلتقي من أجل لبنان، من أجل وحدة لبنان، وحدة لبنان أرض وشعب ضمن التعددية والتنوع، وأن يبقى كل ذلك من أجل اقتصاد مزدهر بإذن الله بكل نية طيبة. شكرا لكم. إذن مشاهدينا، استمعنا إلى كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وذلك لمناسبة افتتاح الدورة الثانية لملتقى لبنان الاقتصادي. الرئيس ميقاتي قال بداية إن هذا الملتقى هو تعبير صادق على قدرة لبنان على النهوض من الأوضاع الصعبة، مشيرا إلى أنه من المؤسف أن الخلافات الداخلية لها آثار بالغة على الاقتصاد اللبناني، مشددا على ضرورة الحوار لإطفاء الجو الإيجابي، وهذا ما لم يحصل اليوم للأسف في قصر بعبدة. هذا الموقف السياسي والشروط التي وضعت لا تأتلف مع الحاجة الوطنية الملحة والمبادرات الإنقاذية، وهذا يظهر القيادات اللبنانية قاصرة على التوافق فيما بينها ومرتبطة بمصالح خارجية، داعيا إلى فعل إيمان متجدد بهذا الوطن، رافضا تفكير البعض بالعودة بالبلد إلى الوراء. هذا كان كل شيء، بقونا معكم لإطلاعكم على كل جديد. إلى اللقاء.